السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله فيديو النهاردة هنتكلم فيه عن أنواع العجانات، وهنشوف أهم حاجة ندور عليها لما نيجي نشتري العجل. أول حاجة ندور عليها هو الواط. الواط بيتراوح في العجانات من 800 ل 900 ل 1000 لحد 1700، فحسب استخدامك للعجان. لو بتستخدميه كل يوم يوميا، الأفضل طبعا نجيب أعلى واط هو 1700. لو بتستخدميه مرتين ثلاثة في الأسبوع يبقى 1200 واط. فدي اهم حاجة في العجان، الواط بتاعه من 1200 ل 1700 او مش اقل من 1200 واط. تاني حاجة الساعة بتاعة العجان. طبعا في عجان زي ده الساعة بتاعته صغيرة جدا، ده الساعة مثلا 4 لتر مش هياخد نص كيلو دي. فبشكل يومي لو بتستخدميه او لو عيلة كبيرة مش هيقضي ابدا الساعة. الافضل دايما ان احنا نجيب العجان اللي الساعة بتاعته 6 لتر. ده عندي مثلا 6 لتر، الحجم بتاعه كبير جدا، هيستحمل عندي كيلو دقيق في العجنة الواحدة من غير ما يتهز معانا او يطلع لي الدقيق بره اثناء العجن. برضو مهم جدا ندور على السرعات، بيبقى في عجانات هنا في سرعة واحدة او اتنين او تلاتة، فكل ما كانت السرعة اعلى او في اكتر من سرعة كل ما كان افضل، لان احيانا اثناء العجن بتحتاجي ان انت تعجني سرعه هاديه وبعد كده تعلي شويه شويه. فالافضل دايما ان احنا نجيب العجان اللي باكتر من سرعه. وبرده السرعات بتفرق، لو سرعه عاليه مثلا زي ما نيجي نخفض بيض او كريمه بنحتاج سرعه عاليه، لكن السرعه المنخفضه هنحتاجها للعجن. فالافضل ان احنا ندور على السرعات الاكتر من سرعه علشان حسب الحاجه او الاستخدام اللي انت بتستخدميه. واهم حاجه برضو ان يكون حله العجل هنا تكون استانلس مش ازاز، علشان تعيش معانا او تستحمل معانا من غير ما تتكسر، وتقدري ان انت تحطيها على الرخامه او تستخدميها يوميا وانت مطمنه. فده كان اهم حاجه او الحاجات المهمه اللي لازم ندور عليها لما نيجي نشتري العجان. من افضل بقى انواع العجانات الموجوده في السوق هو الكينوت. الكينوت فيه انواع كتيره منه، والواد بيختلف، فكتير بيحتار ايه الافضل اللي احنا نجيبه. اول حاجه دايما لما نيجي نشتري اي عجان حسب حاجتك وحسب الاستخدام او الاستهلاك بتاعك. لو بتستهلكي يوميا الافضل ان احنا نجيب الواد العالي اللي هو 1200 وال1700. ال1700 لو بتستخدمي بشكل يومي، ال1200 لو بتستخدمي اكتر من مره في الاسبوع، مرتين ثلاثه في الاسبوع. لكن في انواع ثانيه بتقضي الغرض. عندي مثلا ايه الانواع دي، 1000 واط. بيجي معاها ملحقات كتير، برضو بيحتار يا ترى نجيب الملحقات ولا اللي من غير الملحقات، ايه الافضل. انا عن نفسي بفضل لو هتجيبي بالملحقات يبقى تجيبي دايما اللي هو الواط بتاعه عالي اللي هو 1200 او 1700 واط. لكن لو هتجيبي ده مثلا عندي 1000 واط بملحقات، ما انصحكش بيه ابدا. حتى ده انا جبته قبل كده وجربته، عندي بقالي 3 او 4 سنين. بصراحه انا عملت عنه ريفيو قبل كده في القناه، مش عاجبني ابدا. ده 1000 واط بالملحقات بتاعته ديت. الملحقات بيجي معاه الكبه والخلاط وعصاره، عصاره فواكه وعصاره ليمون وبرتقال والمفرمه. طبعا الخلاط بتاعه حلو جدا وخامته حلوه والكبه كويسه، لكن العصاره والعصاره برضو تعتبر الى حد ما، لكن المفرمه ضعيفه جدا. ده غير ان ساعة الحلة بتاعته صغيرة جدا، ما بعرفش اعجن فيها كيلو دقيق، بتقعد تتهز جامد ومش بتعجن كويس، بضطر ان انا اكمل باقي العجن على ايدي. فلو انت محتاجة مجموعة كينوات كاملة، الافضل ان انت تجيبي ال 1200 واط بالملحقات بتاعته. فده بالنسبة ل 1000 واط. ال 1000 واط هيبقى حلو جدا لو انت بتعجني مرة في الاسبوع او مرتين في الشهر، وكمان بتعجني كميات قليله، فده الافضل ان انت تجيبي ال 1000 واط. هنيجي بقى للانواع، افضل انواع الكينوود وهو ال 1200 وال 1700. في اكتر من نوع، هنشوف مع بعض اسعارهم وايه الفرق ما بينهم. ده عندي ال 1200 واط سعره 2359، ده بعد الخصم وده سعره قبل الخصم. ده بيجي معاه الملحقات كاملة، بيجي معاه ده الخلاط والمفرمة والمطحنة والتلات أدرع بتاع العجل.
ميزة العجان ده اولا الواط بتاعه 1200، فالواط بتاعه حلو جدا، معاه مفرمة برضو هتبقى فرم كويس. الاسلح اللي هو السلاح او الدراع بتاع العجن ده حجمه كبير، ودي برضو ميزة حلوة جدا. وكمان الخامة بتاعته متينة جدا وكويسة، غير مثلا الدراع او الدراع اللي بيجي مع الكينمود الالف، اللي هو النوع ده بيبقى الدراع بتاعه صغير والستالس بتاعه رفيع مش متين. فالالف ومتين واط مسته انه متين جدا، والاضرع بتاعتها متينة ويستحمل ويعيش معك. ده حلو جدا لو انت بتخبزي اكتر من مرة في الاسبوع، هيعيش معاكي وكويس. ده سعره 2359 ريال. طب في كتير بيبقى محتار ما بين ال 1200 واط وال 1700 واط، يقول ايه الافضل ما بينهم، وهل لان في طبعا فرق سعر جامد تقريبا 1000 ريال بين ده وده، وده مع ان ده بملحقات وده من غير ملحقات. اول حاجة طبعا الواط اعلى، الاعلى شوية، فلو انت بتستخدمي العجان شبه يومي الافضل ان انت تجيبي ال 1700 واط. طب لو انت بتستخدمي مرتين ثلاثة في الاسبوع لكن عايزة حاجة تعيش معاكي او حاجة كويسة، هنشوف الفرق وبعد كده انت تقرري. اول حاجة الفرق بين هيكل الجهاز نفسه، ده سيلفر عادي لكن ده تيتانيوم، شايفين الفرق بين الجهازين. حلة العجان نفسها، شايفين الفرق بين ده وده، ده الفرق. من هنا اللي هو الجهاز اللي تحت ده برضو متين وكويس لكن فيه نسبة بلاستيك، لكن هنا الخامة أمتن كتير وأفضل. ده بالنسبة لي المبدئيا الفرق ما بينهم. هنا طبعا ال 1700 في بعد كده أماكن الملحقات إن أنت ممكن تركبيها وتشتريها بعد كده من أماكن الصيانة وتركبيها، فده مبدئيا الفرق ما بينهم حسب استخدامك. لو انت بتستخدمي مرتين ثلاثة في الاسبوع عجن، الملحقات حلو جدا. وكتير بيخاف برضو ان الملحقات بتضعف الموتور، لا الموتور بيبقى مصنوع ان هو يستحمل كل ده، وكمان انت مش بتستخدميهم كلهم مرة واحدة. فانا انصحك بالملحقات، لكن لو انت عندك مشروع بيتي وبتعجني يوميا فالافضل ان انت تجيبي ال 1700. فده كان بشكل سريع الفرق ما بينهم. ده عندي هنا كرتونة ال 1700، في هنا برضو الفرق ده ان هو هنا 5 بول، وده عندي هنا كرتونة ال 1200، هنا 3 بول تاو. فده كان بشكل سريع الفرق بين ال 1200 وال 1700، اللي هو 1200 بملحقات لكن ال 1700 من غير ملحقات. طب لو اشترينا ال 1700 اللي بملحقات، ديت الملحقات اللي بتيجي معاه. الاول ده سعره، دي بقى الملحقات اللي بتيجي معاه. بيجي معاه خلاط الساعة بتاعته اكبر، ومفرمة، مفرمة استلس وحلوة جدا، وكبة وعصارة ومطحنة، وده هنا معاه ميزان. طيب بالنسبة بقى اللي موجود معاه، موجود معاه هنا 5 بولز اللي هي المضارب ديت، لا للخلط او التقليب، واللي جنبه ده مضرب الكريمة اللي هو تحت المفرمة، وبعد كده ده مضرب العجن اللي هو ده، ده مضرب العجن وده للكريمة، ودي للخلط، وده عندي هنا للكريم او لما تيجي تخفقي الكريمة والايس كريم. مستو ان فيه هنا جلد فبيلم الكريمه معاكي كويس جدا، واللي جنبه برضو ده مستو ان هو بيجيب من تحت كمان ومن فوق ومن تحت. فده الفايف اللي بيجوا مع البول بتاع العجن، دي برضو موجوده مع ال 1700 واط. وبرضو بتبقى موجوده مع ال 1700 واط اللي هو من غير مجموعه معاه، او من غير الملحقات. هنا برضو اللي هو ال 1700 من غير ملحقات بيجي معاه الخمس الادرع دول، لكن ال 1200 واط انا نسيت اقول ان بيجي معاه ثلاثة بس، اللي هو مضرب الخفق ومضرب التقليب ومضرب العجن. فده برضو فرق ما بين ال 1200 واط وال 1700 واط. فده كده الفرق بين ال 1200 وال 1700. اتمنى اكون عفوا اتمنى اكون افدتكم بالفيديو.
وكونوا استفدتوا منه، ومتنسوش تقولوا لي رايكم في التعليقات. فده كان الفرق بين العجان 1200 وال1700. اتمنى اكون افدتكم فيها، لان بيجي فيها استفسارات كتيره جدا. طبعا في انواع كتيره جدا للعجانات، انا فضلت ان احنا نركز على اهم حاجه نيجي نشتريها وعلى افضل الانواع. في انواع تانية بيبقى اسعارها اقل لكن الساعه بتاعتها والوضع اقل. بشكل سريع هنشوف مع بعض الاسعار والانواع للي حابب ياخد فكره. ده المونت الالف واط، انا حبيت اركز معاكم على اهم النقاط. لو حد عنده اي معلومة انا ما قلتهاش اتمنى يفيدنا فيها في التعليقات. ده طبعا كينوود اللي هو الالف واط، ودي الانواع ودي افضل انواع العجنات. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، واهم حاجة شاركوني رأيكم في التعليقات. مع الف سلامة.